الليل فيها والو، ايام فعلا. السلام عليكم. اليوم رانا في مدينة الطارف ورانا رايحين إلى مدينة القالة. تابعونا في هذا الجزء من الرحلة. ممكن الفيديو هذا نديرو فيه رحلة ما بين الطارف والقالة، ممكن في الطريق. على كل حال المهلة تاع الفيديو ما تباصيش 10 دقائق، حوالي 10 دقائق. إلى ما شكيتش 10 دقائق نكون وصلنا للقالة. على كل حال إلى ما شفناش القالة في الفيديو هذا نشوفوها في الفيديو آخر. المهم إحنا انطلقنا في هذه الرحلة ونروح نشوف، رانا في الطريق نتاع القالة، نتبعوا وين وصلنا. وإن شاء الله كل حاجة بإذن الله ربي، لو وصلنا لحقنا ورجعنا إلى أهلنا إن شاء الله غانمين سالمين. اللهم أعنا برعايتك، الرعاية الإلهية إن شاء الله. رحمة درنا تقريب منذ هذا 5 أو 6 أيام، درنا تقريب حوالي 1300 كيلومتر، وما زالت 1300 كيلومتر باش نرجعوا لنقطة الانطلاق في الجزائر العاصمة. إذن ما زال الطريق طويل، نطلب من الله سبحانه وتعالى اللطف ونستمر في هذه الرحلة. إذن باتجاه وأنا فيه تهيئة تاني مليحة في اتجاه مدينة القالة. هذا هو فيه البرنامج ديالي، نقول لكم البرنامج لربما كاش نهار الفيديو هذيك تشوفوها تعرفوها بيبري. على كل حال البرنامج نتاعنا هو القالة، نوصلوا القالة نديروا جولة فيها في المدينة في الميناء في كل شيء، وبعدين عاود نرجع إلى عبر طريق السيار الشرق غرب، عاود نرجع إلى مدينة قالمة، لأنه مدينة قالمة ما تبعدش كثير عن طريق السيارة، حوالي 40 كيلومتر. إذن نعاود نولي للطريق، نولي لقالمة ثم ندخل للجزائر العاصمة. هذا هو البرنامج المسطر انطلاقا من الرحلة هذه. إذن تابعونا في القناة وما تخطوناش إن شاء الله، في أشياء كثيرة مفيدة
ابنيكم والابناء تاعكم والاولادكم في عمل في يعني اشياء كثيره تدخل في الثقافه العامه، تدخل في معرفه التاريخ ومعرفه الوطن ومعرفه يعني في امور كثيره الانسان يقدر يستفاد منها، كل واحد والمهمه تاعو. كاين اللي ينشر الفسق والدعاره، كاين اللي ينشر القران يتكلم على طريق المستقيم، يتكلم على السنه النبويه، يدعي للتي هي احسن، كاين اللي يدير الاحساس التحسيس، كل واحد انا مهمتي هذه هي على حسب المؤهلات نتاعي وعلى حسب الـ يعني التجربه نتاعي. انا هذا هو الشيء اللي نقدر نشارك فيه يعني في البناء تاع هذه البلاد هذه، وخاصه في التربيه تاع الشباب هذو، ويعني نعطي لهم محتوى ايجابي، محتوى باسكو هما راه برانشين في الانترنت، كان ما تعطيلوش المحتوى ايجابي اللي راح يشوف محتوى اخر. وانا نشوف اقامات سكنيه كثيره راهي على قيد الانجاز، وننطلق الان في الطريق اتجاه مدينه القاله، نشوف هنا يعني كل شيء مخدوم فيني الطريق هذا مزدوج، نشوف وين يوصل، بلا ربما يوصل حتى للقاله، لان القاله هي ثاني اكبر مدينه في ولاية الطارف، ومن ضروري ومن البديهي ومن يعني المنطقي تكون الطريق اللي تربط الولاية المدينة يعني رأس الولاية بأكبر مدينة في الولاية، يكون طريق مهيأ لابد، لأن فيه البرامج هذه البرامج التنموية، فيه خطة لربط كل البلديات نتاع الولايات بعاصمة الولاية، ربطها بطرق مزدوجة ديروت إكسبرس. إذن هذا هو الطريق اللي يربط مدينة الطارف بمدينة القالة، نشوفوا وين يوصل على كل حال، ونشوفوا النوعية تاعو. إذن خليكم تتابعوا بدون ما نكثروا الهضرة، خليكم تتابعوا هذا الفيديو، إذا كان فيه اقتضى الأمر ندير فيه كاش تدخل نتكلم إذا كان فيه كاش معلومة. هنا إذن طريق باتجاه تونس العاصمة 240 كيلومتر، والقالة عندنا القالة مازال لها 16 كيلومتر، مش بعيدة كتير. طريق سيار، طريق سيار شرق غرب، هاو رايح بالك نمرو تحته، الآن نمرو تحت طريق سيار شرق غرب، رانا شفنا العلامات فوق الجس، العلامات شوف فوق الجس هذو شفناهم، شفتهم كي كنت جاي، إذا هنا نمرو تحت الطريق سيار شرق غرب، طريق السيار يستمر باتجاه الحدود التونسية، وحنا نروح باتجاه الشمال، نروح باتجاه الشمال باتجاه مدينة القالة. إذن رانا باتجاه مدينة القالة، الطريق ما شاء الله لبس بيه لبس عليه، طريق مزدوج مليح جيد، ويبدو أنه هو ماهوش قديم كثير، ماهوش قديم كثير، لأن القالة 15 كيلومتر ماشي بعيدة. وهنا
ما شاء الله يعني في ولاية طارف الطرقات يعني على كل حال ما فيهاش اكتظاظ سكاني كبير، لكن فيها يعني طرقات، فيها طرق سريعة. هنا رانا في ولاية يعني في ولاية طارف، وهذا طريق سريع ما شاء الله يربط مدينة طارف بمدينة القالة. إذا نترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم.